Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Easy way to memorize Qur'an, Surah Baqara, verse number 26-30, episode 7. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Inna allaha Inna allaha Inna allaha La yastahyi La yastahyi La yastahyi أن يضرب مثلا ما بعوضة مثلا ما بعوضة مثلا ما بعوضة فما فوقها فما فوقها فما فوقها إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أنه الحق من ربهم فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا بِهَذَا مَثَلًا وَأَمَّا الَّذِينَ
كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا يضل به كثيرا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ويهدي به كثيرا ويهدي به كثيرا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به وما يضل به وما يضل به إلا الفاسقين إلا الفاسقين إلا الفاسقين وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون الذين ينقضون الذين ينقضون عهد الله عهد الله عهد الله من بعد ميثاقه من بعد ميثاقه من بعد ميثاقه الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما ويقطعون ما ويقطعون ما أمر الله به أمر الله به أمر الله به أن يوصل أن يوصل أن يوصل ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم أولئك هم أولئك هم
خاسرون 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 أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون كيف تكفرون كيف تكفرون بالله وكنتم بالله وكنتم بالله وكنتم أمواتا فأحياكم أمواتا فأحياكم أمواتا فأحياكم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يميتكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يحييكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ثم إليه ترجعون ثم إليه ترجعون ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق هو الذي خلق هو الذي خلق لكم ما في الأرض لكم ما في الأرض لكم ما في الأرض جميعا 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 هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى ثم استوى إلى السماء فسوهن سماء فسوهن سماء فسواهن سبع سماوات سبع سماوات سبع سماوات ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل
وَهُوَ بِكُلِّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ شَيْءٍ عَلِيمٍ شَيْءٍ عَلِيمٍ وَهُوَ بِكُلِّ شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة في الأرض خليفة في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها ما يفسد دماء قالوا أتجعل فيها من يفسد ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون
ما لا تعلمون ما لا تعلمون قال إني أعلم ما لا تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون